مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. ويمكن يعني طبعا ثلاث نقط مهمة جدا من مباراة طلاء الجيش، ومهم جدا ان احنا ناخد اكبر نقط نقدر نحصل عليها من مبارياتنا قبل التوقف الدولي، لانه زي ما بقول دايما احنا عايزين نرجع لمكاننا الطبيعي، الترتيب الطبيعي للنادي الاهلي في جدول الدوري طبعا، وهو المركز الاول. و يعني أول ما الأهلي يخلص مؤجلاته بإذن الله ويقدر يفوز بالمباريات دي يرجع لمكانه الطبيعي في جدول الدوري. الأداء ما كانش مرضي طبعا بشكل كبير بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، ولكن فعلا زي ما أحمد بيقول يعني في حاجات لو بصينا عليها قد إيه تلاحم المباريات كان فارق جدا، قد إيه في ضغط كبير على اللعيبة إنه مباريات كتير ورا بعض، أنت طالع من بطولة داخل في بطولة وأنت كمان بتنافس على كل بطولة داخل فيها. الأهم من ده بالنسبة لي اللي شفته في تصريحات بيتسو موسيماني وهو بيتكلم على إن هو شايف إنه الأداء ما كانش كبير وده مش أفضل أداء من النادي الأهلي، فأنا هنا واقفة عند جهاز فني فاهم كويس قوي وعارف كويس قوي بيراجع نفسه كويس قوي، مش حد بيقول لهم ثلاث نقط مهمين وخلاص، انا مهم ان انا خدت الثلاث نقط. كتير من المدربين من اكبر انديه العالم بيقولوا كده، انا يهمني ان انا خدت الثلاث نقط في كل المؤتمرات الصحفيه. لكن على قد ما كانت الثلاث نقط مهمين جدا، لانه زي ما بنقول دايما انه حتى اكبر الانديه في العالم التوب فورم دايما بتاعها مش دايما بتبقى في التوب فورم، يعني في مباريات بتكون فيها غصب عنها في ضغط كبير على اللعيبه، في زي ما بنقول دايما تلاحم المباريات دي بيخلي ان انت مش كل ماتش هتبقى في يومك. لكن يعني ابسط حاجه واكتر حاجه مهمه نطلع بيها ان احنا نطلع بالثلاث نقط دول وان احنا نفوز بالمباراه دي حتى لو ما كانش الاداء افضل حاجه. فهنا مهم ان الجهاز الفني بيتكلم انه الفتره اللي جايه انا هشتغل على نقاط الضعف اللي عندي، هشوف غلطت في ايه، هشوف ايه المشاكل اللي عندي وابدا اشتغل عليها، لان هي دي العقليه بتاعه النادي الاهلي دايما، لانه زي ما بنقول دايما النادي الاهلي داخل كل البطولات وكل المباريات علشان يقدر ينافس عليها.